call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، الفيديو رقم 1 في الموسم الثاني. تأخرت شوية بس اليوم راح ننزل هذا الفيديو اللي بناخذ فيه لفة سريعة على الموسم الجديد والإضافات الجديدة. إذا كنت ما متابع القناة، أتمنى أنك تضغط على زر المتابعة، زر اللايك، وتسوي شير مع أصحابك. لا تنسوا إنكم إذا تريدوا تشتريوا أي حاجة في اللعبة، تروحوا على الموقع المذكور تحت وتسويوا الكود نوب عشان تأخذوا 3% ديسكاونت. طبعا هذا الفيديو راح يكون آخر فيديو سبونسرد من موقع أوية. إذا في البداية عطونا هذا تعيين الأسطول أو يتحدد الاسطول اللي يروح للمصنع يجمع من الدولارات الذهبية. تكلمنا عن هذا قبل عن ينزل الموسم، تكلمنا بالتفصيل يعني عنه. في البداية اول ما نبدأ نروح الى التذكرة ونشوف ايش الحاجات الجديدة الموجودة هنا. طبعا هذا ما قالوا انه بيغيروا نوعية نوتيفيكيشن او شكل نوتيفيكيشن، كأنه اوكي صارت حاجة ما اعرف اذا متعودين عليها. لما تدخل هنا يكون الشاشة غير مكتملة، بس لما تطلع يتأخر شوية في لاج في الموضوع هذا. طيب ندخل هنا نشوف وش الحاجات اللي ضافونا اياهن. طبعا عندنا نقطة واحدة عطونا اياها بشكل مجاني. بالنسبة لتذكرة المهرب لازم ان نشتريها. الشكل الجديد شوية ذهبي قصدهم، او انه يكون هذا برونزي. المرة الماضية كان شكل الاخطبوط. يعني الاشكال، هذا السلاح الجديد اللي تكلمنا عنه ولا ما تكلمنا عنه في الفيديوهات الماضية. نفس الشيء السلاح مرة ثانية، قيادة السفينة. ان هذا اللون الذهبي، اتمنى ان الذهبي يلمع بس ما نقدر نشوفه من الخارج. وهذا شكله جميل. ونشوف تكملة الموسم. هذا اللون تقريبا عندنا نفسه بالضبط، البنفسجي اللي يلمع. بالنسبة للتحديات اللي نزلت كذلك، اتوقع انها على نفس الشكل تقريبا، ما في تغيير كبير، نفس شكل التحديات اللي كانت في المرة الماضية. لو نروح لمقر القيادة، اتوقع انه عندنا تذاكر نقدر هل نقدر نشتري من هنا ولا لازم ان نرجع وش هذا؟ اوكي، عليك اكمال هذا المسار لتسجيل توقيتك. اوكي، في سباق اذا تتذكروا. تكلمت انا مرة واحدة وقلت ممكن انهم يضيفوا السباقات بحيث انهم يعطوك نقطتين لازم تزورهن، ما شرط انه يكونوا كل شخص في نفس الوقت. وبالضبط نفس الكلام اللي تكلمت فيه، عطونا اياه 20,000 عندي وين فلوسي راحت. هنا عندك 300,000، عندي 47، بس 20,000 صفروا لي المبالغ اللي عندي. الحاجة اللي اريد اشوفها كذلك هنا المخطوطات، السفن الجديدة هذه كلها عندنا. كلها السفن هذه قديمة ولا جديدة؟ بس موضوع الترقية تكلمنا عنه. في سفينة البرغ ستمنح هذه من المكافآت. والأسلحة نشوف إذا في أوكي، غيروا الشكل اللون هذا، بس الأسلحة نفسهن، الكالفرين نفسهن. ما في حاجة جديدة لا في الديمي ولا في الكالفرين. بالنسبة لأسلحة السطح، السلاح الطويل تشيرلوك نفسه،
منجنيق، داردنيل، نفس الشيء، ما في حاجة جديدة معقولة. شيء ما كان متوقع. نفس الأشكال. أوكي، هذا فقط السلاح الوحيد الجديد وقوته لا تذكر يعني. أوكي، شيء غريب صراحة اللي أشوفه هنا. صادم. كذلك ما بس غريب. خلنا نشوف التطوير اللي نقدر نطور به. مش نجار بالشبرايت. طبعا عنده هذا موضوع يجب تحدث إلى بناء السفن من أجل ترقية سفينتك. ترقية تعزز القدرة. أعطونا تكاوز بدون أن نضغط. سباق القوارب معلومات عنه بس. ترقية السفن، إدارة السفن، وصناعة عناصر جديدة. الصناعة ما أتوقع عندنا هذه. ليس لديك المخطط اللي هي لازم أخذها من التذكرة. فنشوف ترقية السفن فقط. نظرة خفيفة وسريعة. ما عندي رمال صب القاف بس بيكة الماجنت. هل صفروا عني الأشياء ولا وش؟ أوكي، أنا أريد أرقي البارك بما أنها السفينة الأفضل بالنسبة لي، لكن القطع الموجودة هنا ما عندي. وهل أقدر أسوي؟ ما أقدر أسوي شيء. أوكي، هذه الإضافات لو تضغط مستمر. وهنا هل أقدر أروح يمين ولا ما أقدر أروح يمين؟ أوكي. هذه الإضافات على كل ليفل تقدر تشوف. أعماق المياه، تحسين سرعة الانعطاف عند الإبحار، إصلاح زيادة. أوكي، يعني بعدني أشوف في حاجات غريبة بعض الشيء. خلينا نرجع إلى المقر الرئيسي ونشوف إذا في حاجة هنا. طبعا مثل ما ذكرت، إذا كان عندنا عدد المصانع هذاك أتوقع يعطوني 4 أو 5 مصانع مجانية. غيروا شكل هذا، ما أعرف إذا كان شيء يذكر. هنا لازم أول شيء نطور المصانع، لأنه يعطيك كميات أكبر، يستخدم مبالغ أقل. هنا طلبيات ما نريد. شبكة الإمدادات، هل من هنا أقدر إني أو لا؟ هنا شبكة الإمدادات. أوكي، نفس المكان حتى، يعني على الأقل غيروا لي إياها من الأكسل. نفس المكان، نفس التحديات. ما في حاجة جديدة تذكر هنا. صراحة disappointment لحد الحين. خلنا نشوف إذا في المقر بيعطوني الفرص اللي قالوا لي إنهم بيعطوني إياها، لأن قالوا إني أقدر أختار. وش هذا؟ شراء حصة. يجب توصيل العناصر المكتسبة خلال الوقت المحدد لكسب المصنع. هذا تكلمنا عنه. هذا من ضمن الإضافات الجديدة، إنك يكون عندك أوفرز تخلصهم. طبعاً تروح هنا يخبروك وش المنتج اللي يريدوه، بعدين تروح تجمع المنتج ترجع لهم تعطيهم إياه بس بهالطريقة. لكن حالياً أحاول إني أحصل. هم قالوا إنه بيعطوك. أوه، وش هذا؟ حليات المهربين. اوكي، هذا ما تصفرت. حلو. بس المهارات، المهربين، علاقات شعب البحر، هذه تصفرت. وخليوا العلاقات عبارة عن البحار، يعني كل علاقة مع الشعب أكثر ما هي علاقة مع البحر أو الجزيرة. كان فقط بالجزر، الحين
مقسمة، وهنا إدارة الإمبراطورية. لو جينا نشوف الإمدادات، أوكي، بس ما زلت يعني 300,000 كيف أقدر أستخدمها؟ كنت في بالي إني أقدر أخذ المصانع، فنقرب إن نبحر للمصنع، يمكن عن طريق الإبحار للمصنع نقدر إن نشتري، وبكذا نكون نخلص يعني السيزن أو نخلص المقطع. إن شاء الله ما طولنا 10 دقائق. مثل ما قلت، هذا المقطع راح يكون آخر مقطع في هذا المقطع راح يكون آخر مقطع سبونسرد من موقع أويا. التعامل معهم صراحة تعامل سهل وسلس وبسيط، حتى في وقت الشراء وكذا ما يتأخروا عليك ويتواصلوا معك ويرتبون. هل في تغيير في الألوان؟ ما أعرف، أنا ما غيرت شيء صراحة في الألوان معي، بس كأني أشوف في بعض التغييرات في الألوان. نشوف ليش رحت هذا، لأنه أقرب واحد. الفكرة إني أسوي نفس الخط التجاري اللي كنا نستخدمه. لو تلاحظوا إنه أوكي، لو تلاحظوا إنه أتوقع إن المفروض أرجع يمكن أحصلهم في الصندوق، يمكن يعطوني التذاكر في الصندوق، ما يمكن المفروض إنه بس ايوه، لو تلاحظوا في تغييرات كبيرة وكثيرة في الجرافيكس. اوكي، الستة ليفلات اللي برفعهن هي اللي راح ترفع سفينتي للليفل whatever اتوقع. لما توصل الستة ليفلات بتكون على مثل 17 18 شيء كذا، يمكن اتوقع هالشيء. اوكي، طولنا المقطع شوية، شوف الجرافيكس لحد ما يسوي لود. اوكي، في عندي في الصندوق حاجة، هذه عبارة عن مهمة، و على بداية الموسم وش اعطوني؟ هدية الزعيم، وش اقول؟ لم تكن غير مرئية، وليس من طبيعي ان اتجاهل جهود من يساعدون حلفائي. اليك هدية بسيطة للحفاظ، خطاب فيرمن. خطاب للشخص، اوكي، هو والصفقة اوكي. الحين عندي 4 عقود ايجار، عقد إيجار مقر القيادة. عقود إيجار مقر القيادة هي شهادات حصرية يقدمها مقر القيادة، تسمح لك باكتساب ملكية مصنع من اختيارك. مصنع اوكي، لاسترداد عقد الإيجار عليك الإبحار إلى المصنع لتقديم الأوراق واكتسابه مباشرة. يمكن اكتساب أنواع مختلفة من عقود الإيجار في مصانع مختلفة. طبعا اللي قلت إني خلاص يعني الحين بنطلق للمصنع وأسيطر عليه، هل أقدر إني أسيطر هنا؟ أكيد إني أقدر، لذلك راح أبدأ بالمصانع الأقوى، مع إنها بعيدة بس بيكون الخط التجاري هذا هو الأفضل بالنسبة لي، مع إني كنت أريد هالمنطقتين لأنهن شوف الحملة الملكية والحملة الملكية، الحملة الملكية هنا، الحملة الملكية كلهم، بس عندي 4 مصانع، فأقدر إني أسيطر على 2 من هنا و هذا شعب البحر والأنجوانا. لو نسيطر على الأنجوانا أفضل بعد. نسيطر على 4 هذا لا. بسيطر على 4 هذا لا، فلازم إن نروح هناك. هنا تكون نهاية المقطع، أتمنى إنه عجبكم، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.